السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم قناة أجيال الأندلس. النهاردة معانا مراجعة نهائية شاملة للصف الرابع الابتدائي دراسات اجتماعية. هنقول أول حاجة فيها الخريطة، وبعدين هندخل على موقعنا الرسمي أجيالأندلس.com ونشوف المراجعة الموجودة فيه. نتابع مع بعض كده. أول حاجة الخرائط. دايما بيجي خريطة يا جماعة، بيجي اللي هو الخريطة اللي هو بتاعت مصر. ده عندك لما يبقى في الشمال ده البحر المتوسط، لما يبقى على إيدك اليمين في الشرق البحر الأحمر، الصحراء الغربية على إيدك اليمين، لا على إيدك الشمال، على إيدك الشمال دايما الصحراء الغربية، أما على إيدك اليمين تبقى الصحراء الشرقية. لو جالك تحت قالك بحيرة يبقى بحيرة ناصر عشان تركز فيه، يبقى البحر اللي فوق بحر الشمال اللي هو بحر المتوسط، اللي لو قالك البحر على إيدك اليمين في الشرق بحر الأحمر، صحراء على إيدك اليمين الشرقية، صحراء على إيدك الغربية اللي هو على إيدك الشمال. جبل رقم 3 الموجود مثلا عندنا ده اسمه جبل عوينات، لما بيجي على ايدك الشمال تحت خالص في الخريطه اسمه جبل عوينات. طب لو قال لك هضبه، هضبه الجولف الكبير، تمام. الدوله اللي بتحد مصر جنوبا دوله السودان، اهو خريطه واضحه قدامنا اهي. لما يجي في المكان فوق كده يبقى البحر المتوسط، تحت يبقى السودان، في الغرب يبقى عندنا ليبيا، اما في الشرق البحر الاحمر. ده بالنسبة للخريطة، ودايما السهم يشير إلى اتجاه إيه؟ يشير إلى اتجاه الشمال. ده بالنسبة لو حاجة جات لك في الخريطة زي ده مثلا، الخريطة قدامنا اهي، البحر الأحمر، برافو. 2 قناة ملاحية قناة السويس. 3 جبال اسمها جبال البحر الأحمر، هي اللي عندك هي وجبال عوينات، أما ده نهر النيل. نيجي للخريطة تانية، اهو نهر النيل، صحراء رقم 2 الشرقية، 3 دولة لما يجي لك في الغرب يبقى دولة ليبيا، 4 الفوق البحر المتوسط، والسهم يشير الاتجاه ايه؟ الشمال. خريطة زي دي مثلا، ده البحر المتوسط، 2 دولة، جايب لك هنا رقم 2 في الجنوب تحت يبقى دولة اللي هي مين؟ دولة السودان، 3 جبال البحر الأحمر، 4 بحيرة ناصر، 5 اتجاه الشمال، 6 هضبة الجولف الكبير. نشوف خريطة تانية، خريطة تانية اهي، نهر النيل، رقم 2 البحر المتوسط، 3 البحر الأحمر، 4 الصحراء الغربية، 5 شبه جزيرة سيناء، 6 الصحراء الشرقية. دايما يا اولاد في الشمال هو البحر المتوسط، في ناحية اليمين على ايدك اليمين البحر الأحمر، 3 نهر النيل، 4 دولة السودان، 5 الصحراء الغربية. عايزين نركز بس في الخريطة كده، وبعدين هنشوف الأسئلة الهامة كلها إن شاء الله. أهو الصحراء الغربية، شبه جزيرة سيناء، سهم يشير اتجاه الشمال، ودي دولة السودان. دي كل طبعا الامتحانات اللي أنا بقلبها دي كلها موجودة على قناتنا قناة أجيال الأندلس. نتابع بقى مع بعض الأسئلة الهامة كلها إن شاء الله. يعني مثلا اكتب منشور العبارات التالية: نبات ينمو تلقائيا دون تدخل الإنسان، ده النبات الطبيعي. أرض شهدت الارتفاع ولها قمة، ده الجبل. الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات، ده الزيادة الطبيعية. النسبة من المسافة على الخريطة وما يقابلها الطبيعة، دايما ده تعرف المقياس الرسمي، دي حاجات أساسيات. النسبة يبقى ده إيه؟ مقياس الرسمي. طب سكان الصحراء بيمارسوا حرفة إيه؟ الراعي. طب يمتد دايما على طول البحر الأحمر، ده الجبال. طب الترمومتر بيقيس إيه؟ بيقيس الحرارة. طب هنا من النباتات الطبيعية في مصر إيه؟ الصبار أو التين الشوكي. طب يمتد على طول نهر النيل سواحل إيه؟ السهول الفيضية. لكن لو قال لك على البحر يبقى السهول الساحلية. طب إحدى قارات العالم الجديد، عندك قارة العالم الجديد، عندك الأمريكتين، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، عندك أستراليا، عندك أنتاركتيكا، تمام؟ مثلا حاجات زي دي كده. رسم توضيحي من غير ما تكمل، ده خريطة. لوحة سجل على مينا، ده نارمر اللي هو لوحة نارمر. كل ما انتجوا عقل الإنسان، ديت الحضارة. انتقل الإنسان، لو قال لك داخل البلد يبقى هجرة داخلية، خارج البلد هجرة خارجية. طب هنا السكان بيزيدوا فين؟ في وادي النيل والدلتا. طب الامطار بتسقط على السواحل الشماليه في فصل ايه؟ فصل الشتاء. طب المحافظات اللي بتجذب السكان زي مين؟ زي القاهره. من عوامل بشريه لقيام الحضاره اللي هو الوحده. مصر بيحدها من الغرب مين؟ ليبيا. طب من الجنوب؟ السودان. من الشمال؟ البحر المتوسط. دي حاجات بسيطه. شوف بقى مع بعض كده موقعنا على اجيالاندلس.com ونشوف الاسئله سؤال باجابه كلها في موقعنا الرسمي اجيالاندلس.com. اهو ده موقعنا الرسمي على جوجل اجيالاندلس.com. عندنا السؤال بالاجابه يا جماعه، اهو
يعني مثلا عندنا نتائج مترتبه على القيم الواحده والاتحاد بين الاقاليم. انا جايب الاسئله دي من تحت لفوق، من التاريخ لغايه الجغرافيا. طبعا نشر الامن والطمانينه بين الناس، انتهاء الصراعات بين القرى، بدا يهتم المصري بالزراعه، وبدا كله يبقى فيه تقدم ورقي. طب هل الجيش مهم لمصر يا اولاد؟ اه طبعا. ليه؟ لحمايه البلاد والدفاع عنها ضد اي معتدي. طب ليه المحاصيل متنوعه عندنا وكتيره في مصر؟ لان مناخنا معتدل، حار جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء. طب هنا بما تفسر، ركز قوي في الاسئله دي هتيجي لك في الامتحان، قيام صناعات متنوعه في مصر القادمه ليه؟ عشان عندنا موارد، عندنا معادن، عندنا نحاس، عندنا صخور، كل الكلام. طب بما تفسر اهميه موقع مصر الجغرافي؟ عشان مصر تقع بين كام قاره؟ 3 قارات، برافو عليكم، اسيا وافريقيا واوروبا. وكم بحر يا اولاد؟ البحر الاحمر والبحر المتوسط. كل ده عمل ايه؟ زود النشاط التجاري. طب هل نهر النيل مهم في حياتنا؟ طبعا، ادى الى قيام الحضاره والاستقرار. طب حلو. طب الملك مين عمل ايه؟ عمل قلعه من نيفر او مدينه منف، وبنى حولها سور سماه اللي هو السور الابيض، وكون جيش حمى البلاد. طب اهميه الوحده والاتحاد ايه؟ عشان نبني الحضاره. طب ما النتائج المترتبه على معرفه مصر القادمه للزراعه؟ استقر وبنى المساكن، وبدا يبقى متعاون، وبدا يبقى مسؤول، وبقى في انتماء، وبدا يبقى في ولاء، كل الكلام ده عندنا. تمام؟ طبعا انا هسيب اللينك تحت الفيديو عشان تخشوا على الايه؟ على الموقع وتذاكروا براحتكم. طب بما تفسر نزل الانسان من الهضبه الى الوادي؟ عشان سقوط المطر قل، عشان الجفاف كتير، عشان بحث عن الماء والغذاء. طب لما نزل ايه النتائج المترتبه على كده؟ اتعلم الزراعه واستأنس الحيوانات، وبدا يشوف المحاصيل بتاعته ويبني المساكن يعيش فيها، وبدا تظهر ايه؟ القبائل ثم القرى، وبدا يبقى في انتماء وولاء. طب كان بيبني مسكنه منين؟ من الطين والبوص، ثم من الطوب اللبن. طب هنا كان دايما الانسان دايما التنقل والترحال ليه؟ عشان يبحث عن الغذاء وصيد الحيوانات. طب لما اكتشف النار يا حبايبي اهتم بيها، واهميتها ايه؟ اللي هو التدفئه، الطهي، يبعد الايه؟ الحيوانات المفترسه. خلي بالك من المقارنه دي، قارن بين مملكه الشمال ومملكه الجنوب. ها العاصمه بوتو في مملكه الشمال، وفي نفس الوقت نخبه في مملكه الجنوب. طيب الشعار نبات البردي، وهنا زهرة اللوتس. لون التاج في مملكة الشمال أهلاوي أحمر، ولون التاج في مملكة الجنوب أبيض زملكاوي. حلو قوي. طب ما النتائج المترتبة على معرفة مصر القديم الهيروغليفية؟ طبعا سجل كل أعماله، وتسجل كل حاجة، طب وهندسة وفلك وكل حاجة. عشان كده الفترة اللي بدأ يوصل فيها الإنسان لمعرفة الكتابة اسمها العصور إيه؟ التاريخية. طب احنا عرفنا اخبار الذين عاشوا من قبلنا ازاي؟ عن طريق الكتابه والاثار. طب ايه هي الاثار؟ الاثار يا سيدي كل ما تركه الاجداد من اعمال ومعابد ورسومات واهرامات بنعتز ونفتخر بيه. طب هنا المؤرخين قسموا عصور التاريخيه لايه؟ عصر ما قبل التاريخ اللي عاش فيه قبل ما يعرف الكتابه، وعصور تاريخيه بعد ما عرف الكتابه. طب ما النتائج المترتبه على وجود المياه الجوفيه؟ طبعا ادى لوجود السكان في الصحراء. طب هنا قيام الزراعة في السواحل الشمالية بسبب سقوط ايه؟ الأمطار. تمام؟ طب بما الفصل ندر السكان في الصحراء ليه؟ بسبب صعوبة الانتقال وقلة المياه. طب يندر السكان في مناطق الجبال ليه؟ عشان وعورة السطح. تمام؟ طب السكان موجودين في الصحراء بأعداد قليلة ليه؟ عشان الزراعة قايمة على مياه الآبار والعيون. طب تراكم السكان في مناطق قليلة من سيناء ليه؟ بسبب سقوط المطر الشتوي على الساحل، وعندهم الزراعة، وعندهم التعدين والمدن السياحية. طب السكان بتركزوا في المحافظات الشماليه ليه يا حبايبي؟ قال لك عشان الزراعه وصيد السمك، ويشتغلوا في القرى السياحيه، ويشتغلوا في المواني. شاطرين يا اولاد. طب بما تفسر يتركز السكان على ساحل البحر الاحمر؟ ها ليه؟ لاستخراج البترول بس؟ لا، والمعادن، ويشتغلوا بالقرى ايه؟ السياحيه والعمل في المواني. اختلاف توزيع السكان في مصر ليه يا اولاد؟ بسبب اختلاف ها السطح. 2 توافر المياه العذبه. 3 نوع النشاط. 4 درجة الحرارة. 5 الخدمات. طب ليه السكان بيهاجروا من محافظة لمحافظة يا أولاد، وبيروحوا محافظة القاهرة واسكندرية ليه؟ عشان فرص العمل، وعشان وفرة الخدمات. طب المحافظات اللي بتطرد سكانها زي الصعيد والدلتا في شمالها عشان مفيش خدمات ومفيش فرص عمل. طب ما النتيجة بترتب على الهجرة؟ السكان بتزيد في المدن، وبتظهر العشوائيات، وبتبقى لها أسباب اقتصادية وأسباب إيه؟ اجتماعية. طب لو قالك الهجرة كم نوع؟ 2. ها قولوا يا حبايبي يلا. ها الهجرة الداخلية، مالها؟ انتقال الفرد من مكان لآخر داخل حدود الدولة. يعني لو أنا بهاجر من بلد لبلد بس داخل الدولة،
لكن لو انا بهاجر الهجرة الخارجية، انتقال الفرد من مكان لاخر خارج حدود ايه؟ الدولة. تمام. تفسر تعتبر مصر من الدول اللي تميز بارتفاع النمو السكاني، عشان عندنا نسبة مواليد كتير، عشان عندنا الوفيات قليلة، عشان عندنا الهجرة. عشان كده لو قال لك الفرق بين المواليد والوفيات تبقى اسمها زيادة ايه؟ زيادة طبيعية. لكن الزيادة الغير طبيعية اللي هي ايه؟ الهجرة. برافو عليكم. التعداد السكاني هو عملية بتهدف لحصر كل السكان كل عدة سنوات، او كل 10 ايه سنوات، او كل 5 سنوات. خلي بالك من دي. تمام. اهمية التعداد ايه؟ بعرف الدولة محتاجة مدارس، محتاجة اراضي، محتاجة مصانع، محتاجة مستشفيات، وفي نفس الوقت بتتنبأ باعداد السكان في المستقبل. برافو عليكم. تمام. اهمية النبات الطبيعي، بيدخل التين الشوكي والكافور والصبار، كل ده في الأدوية ولها فوائد طبية. طب النبات، هو النبات الطبيعي هو الذي ينمو دون تدخل الإنسان. طب بيقل في مصر ليه؟ بسبب قلة الأمطار. طب أنا بدرس الطقس ليه؟ بما تفسر أهمية دراسة الطقس، عشان أحدد نوع الملابس اللي برتديها إيه؟ أضمن سلامة السفر لو أنا مسافر بري ولا بحري ولا جوي. طب ده الطقس غير المناخ يا أستاذ؟ آه، لأن المناخ إحنا اتفقنا أهي حالة جو فترة زمنية طويلة. ليه بدرسها؟ عشان اعرف انواع المحاصيل واحدد موقع الصناعه. عشان كده الطقس هو حاله الجو فتره زمنيه قصيره، اما المناخ حاله الجو فتره زمنيه طويله. طب عناصر المناخ ايه؟ الحراره، الرياح، الامطار. برافو. طب يعني ايه مساحه من الماء المالح اصغر من المحيط؟ ده البحر. عندكم كم بحر في مصر؟ 2، بحر متوسط والبحر الاحمر. طب لو قال لك مساحه من الماء العذب والمالح بيحط بها اليابس، ديت البحيره زي بحيره ناصر. طب النهر مجرى مائي عذب. طب الخليج مساحه من الماء المالح بيحيط بها اليابس من كام جهه؟ من 3 جهات. حلو قوي. طب الجزيره مساحه من اليابس تحاط بها المياه من جميع الجهات، لكن البحيره مساحه من الماء تحيط بها اليابس من جميع الجهات. برافو عليكم، برافو عليكم. شبه الجزيره طبعا 3 جهات بس. اما السهول، عندي سهول فيضيه وسهول ساحليه. السهول اصلا هي ايه؟ مساحه واسعه من الارض مستوي. طب المنخفض، أرض منخفضة عم حولها زي منخفض القطار. طب لو قال لك أرض شديدة الارتفاع ولها قمة، اللي هو الجبل. برافو عليكم. أما الهضاب، مساحة واسعة من الأرض مرتفعة أو إيه؟ شبه مستوية أو مستوية زي هضبة الجولف الكبير. سطح مصر متنوع، آه. ليه؟ لأن سطح مصر ليس مستوى واحد، بيضم جبال وهضاب وسهول. طب الحدود اللي بين الدول، حدود سياسية. الحدود بين المدينة والقرية، حدود إدارية. برافو عليكم يا أولاد. طب هنا بقى أهمية الحدود في مصر، بتحميها من جيرانها وبتفصل بين الدولة وجيرانها وبتحافظ على حقوقها. طب عشان كده طبعا المستعمرين فينا، عشان أهمية موقع مصر. طب قناة تصل بين البحرين، البحر الأحمر بحر متوسط، قناة السويس. طب إيه النتائج مترتبة عليها؟ أدى لأهمية موقع مصر وتعرضنا للاستعمار. عشان كده ما النتائج مترتبة على موقع مصر الجغرافي، تعرضنا للاستعمار. طب ليه سموا قارات العالم بالقارات القديم والحديث؟ القديم عشان قبل إيه؟ ما الإنسان يسكن. أما الحديث اللي اكتشفها حديث. طب يعني موقع جغرافي هو موقع القارة أو الدولة بالنسبة لأماكن إيه؟ الأخرى. طب الخريطة يا أولاد حلوة في حياتنا طبعا، بتساعدنا نعرف الأماكن، بتساعدنا إن إحنا نذاكر، بتساعد المعلم اللي هو يشرح. عشان كده اتجاه الشمال مفيد جدا، بيحدد باقي الاتجاهات. طب أنا بحط عنوان الخريطة ليه؟ بما تفسر ضرورة وضع عنوان الخريطة، لأنه يوضح ما تحتويه الخريطة من بيانات. طب مفتاح الخريطة، عشان يكون دليل للرموز والألوان. تمام؟ بيبقى على هيئة مستطيل. طب هنا الصورة لقطة لجزء من سطح الأرض باستخدام هيئة التصوير. الخريطة رسم توضيح لتفاصيل جزء إيه؟ أي جزء من سطح الأرض. طب الأطلس مجموعة خرائط كتيرة موجودة في كتاب صغير اسمه الأطلس. عشان كده أهمية الدراسات، بتعرفنا تاريخ مصر، بتعرفنا علاقة مصر بدول كلها، ودي الجهات الأصلية، ها شمال جنوب شرق غرب. أما الفرعية الشمال والشرق يعملوا الشمال الشرقي، الشمال والغرب يعملوا الشمال الغربي، الجنوب والغرب يعملوا الجنوب ايه؟ الغربي، والجنوب والشرق يعملوا الجنوب ايه؟ الشرق. دي كل حاجة يا أولاد عن منهجنا الصف الرابع الابتدائي، ونتقابل إن شاء الله في الترم الثاني بعد النجاح الباهر والامتياز إن شاء الله. انتظرونا على موقعنا الرسمي اجيالاندلس.com، وقناتنا الرسمية أجيال أندلس، وقناتنا الثانية أجيال أندلس منوعات. كل ده هيكون تحت الفيديو في الوصف. كان معكم أسامة رزق، مؤسس أجيال الأندلس. في أمان الله. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.